بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وبعد، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا قلنا في اللقاء السابق إن بني تميم افترقوا فرقتين، بعضهم يعرب فعالي من الأعلام المؤنثة إعراب الممنوع من الصرف، وهو ممنوع من الصرف لعلتين كما قلنا، فرعيتين، العلمية والتأنيث أو العلمية والعدل، وأكثرهم يفرق بين ما كان آخره راء من تلك الأعلام وما كان غير ذلك. فما كان آخره راء كوبيري اسما لقبيلة، وحضيري اسما لكوكب، وسفيري اسما لماء، وهكذا، هذه أعلام، وباري اسما لقبيلة، حضاري اسما لكوكب، سفاري اسما لماء، وهكذا. فهذه أعلام مؤنثة على هذه المدلولات. لماذا بنوها على الكسر مطلقة، على الكسر إذا كانت مختومة براء؟ نقول لأن الراء متضعة، الراء المكسورة تنتحي بالألف نحو الياء، وبيري تميلها، حضيري، سفيري، فتميلها للياء. لذلك كانت في هذه الأحوال أو في هذه الحال مبنية على الكسر. وما كان غير ذلك يعربونه إعراب الممنوع من الصرف، يعربونه أي ما كان من فعالي من الأعلام المؤنثة غير مختوم براء، فأكثر بني تميم يعربه إعراب الممنوع من الصرف، يعربه إعراب الممنوع من الصرف. فعلى لغة المنع من الصرف كان قول الفرزدق كما قلنا من قبل: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. أعربه إعراب الممنوع من الصرف، دليل إذاك دليل على أنه قد يبنونه على الكسر، ما كان آخره راء يبنونه على الكسر على منوال ما يفعل الحجازيون مطلقا في ذاك، وما كان غير مختوم براء أعربوه إعراب الممنوع من الصرف. لكن الفرزدق في هذا البيت، وهو شاعر بني تميم، عامل ما كان مختوما براء في نوار، عامله معاملة الممنوع من الصرف. إذن فبنو تميم لم يكونوا على منوال واحد كما قلنا، بعضهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف. وعلى هذا ورد كلام الفرزدق رحمه الله في قوله: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. وأكثرهم يفصل أو يفرق بينما كان آخره راء، فإنهم يبنونه على الكسر كما يبني الحجازيون العلم المؤنث المخطوء الذي هو على فعالي، يبنونه على الكسر. وقلنا إن العلة في ذلك هو أن الراء المكررة المكسورة تنتحي بالألف نحو الياء، فيناسبها انكسارها واتضاعها، فيقال سفيري وبيري وحضيري إلى غير ذلك. وما كان غير ذلك أي غير مختوم بالراء، فأكثرهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف كبعضهم فيما تقدم. إذن بنو تميم على فرقتين. لاحظوا أو تأملوا أن الحجازيين أقاموا الأمر في استعمالهم على جهة واحدة، فعالي من الأعلام المؤنثة مبني على الكسر، بنو تميم ثم افتراق. ويبدو أن بالبعد عن مركز اللغة، بالبعد
عن مركز اللغة أو عن نواة اللغة المكية. النواة ها؟ افتراق اللغة في, 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 في البقاع بالبعد عنها يكون الافتراق ويكون ها؟ تغاير. عند بني تميم افترقوا كما قلنا على فرقتين، بعضهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف مطلقا، وأكثرهم يفرق بين ما كان آخره راء وما كان غير ذلك. فما كان آخره راء أعربوه أو جعلوه مبنيا على الكسر، وما كان غير ذلك أعربوه إعراب الممنوع من الصرف. أمس كما قلنا وهي اللفظ الثاني، إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومك بهذا القيد، لأنها حينئذ تكون معينة معرفة، فحينئذ تبنى يتضمنها معنى اللام أي الأمس لأنه معين ولا يدل على مطلق المضي، كما قلنا في مكة بين الأمس واليوم أي بين الماضي والحاضر. فحينئذ تبنى تكون مبنية على الكسر مطلقا عند الحجازيين، عند الحجازيين. وأما بنو تميم إذن عند الحجازيين، ولذلك يقول قائلهم اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. منع يقول القائل منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. فالشاهد في قوله أمسي حيث جاء فاعلا ومع ذلك لزم انكسار آخره، لزم انكسار آخره، يعني لزم اللفظ أي أمس انكسار آخره، كسر آخره، والكسرة هنا علامة بناء. فأمس هنا اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل للفعل مضى الذي مضى قبله، مضى بفصل قضائه أمس. هذا شاهد على لغة الحجازيين في أن أمس إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومك فهي مبنية على الكسر مطلقا عندهم. إذن هم يجرون الأمر على على وجه واحد أو مجرى واحدا، في فعال من الأعلام المؤنثة وفي أمس إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومك. وأما بنو تميم فالأمر جار على ما كان في فعال أيضا، افترقوا فرقتين. فمنهم كما قلنا من يعربه إعراب الممنوع من الصرف، فيقول مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس وهكذا. طيب، فإذن هو هنا ممنوع من الصرف. ومنه قول شاعرهم وهو يتحدث وقد يعني أنشدها سيبويه، ها أنشد الأول منها ويستشهد به في باب الاسم الذي لا ينصرف، يقول لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى. لقد رأيت وقد رواها أبو زيد الأنصاري في نوادره رحمه الله تعالى أجمعين، لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة. هذا العجب، هؤلاء العجائز
وهن يأكلن ما في رحلهن همسا، وقد يكون العجائز مظنة أن يكن درداوات، درداء يعني بلا أسنان، وأدرد بلا أسنان أيضا. ومنه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لقد رأيت عجبا مذ أمسى، فأمسى هنا اسم مجرور بمذ، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. إذن كما قلنا منهم أي من بني تبيم من يعربه إعراب الممنوع من الصرف، ومنهم من يعربه بالضمة رفعا ويبنيها على الكسر نصبا وجرا. يعني اللفظ الواحد أمس إذا كان في حالة ارتفاع، إذا كان في حال ارتفاع ضمة، فقال جاء أمس، أو يقال أي نعم جاء أمس إذا أراد، أو انقضى أمس إذا أراد اليوم الذي قبل يومك. وإذا قيل لقيته أمس، أمس إذا أراد به اليوم الذي قبل، إذا لقيته أمس ولقيته أو تتبعته مذ أمس، فنصبه في هاتين الحالين، حال النصب على الظرفية الزمانية في الأول، وحال الجر بحرف الجر في الثاني. الزجاجي في توجيه الأبيات السابقة، نسبة إلى الزجاج أستاذه رحمهم الله أجمعين، قال إن من العرب من يبني أمس على الفتح مذ أمسى، وهذا يعني رواية عنه، أو هذه رواية عنه رحمه الله تعالى، وأنشد عليه قوله مذ أمسى المتقدم. قال ابن هشام رحمه الله وهو وهم، وقد يهم العالم وقد يهم السامع، وقال والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف، يعني أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف. وزعم بعضهم أن أمسى في البيت، بيت المتقدم، فعل ماض وفاعله مستتر فيه، والتقدير مذ أمسى المساء، وفي هذا تكلف غير خاف، فإن ما لا يحتمل التأويل أولى مما يؤول، أو ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. بعد ذلك يا إخوان، كنا قلنا إن الأسماء المبنية منها ما يبنى على الكسر باتفاق كهؤلاء، أو باختلاف كما في فعال من الأعلام المؤنثة، وأمس إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومك. ومن الأسماء ما يكون مبنيا على الفتح كالأعداد المركبة من 11 إلى 19 كما تقدم، التركيب الموجب للبناء عند العرب بين الأحادي والعشرات إلا 12، فإن صدرها ملحق بالمثنى في الإعراب كما قلنا، أو 12، وهكذا. ومنها أيضا من الأسماء ما يبنى على الضم، وقلنا هو قبل وبعد وأول ودون، وأسماء الجهات الست، ولو زادت الأسماء عن 6 أسماء في الدلالة على تلك الجهات كقدام وأمام وخلف ووراء وهكذا، فكلهن إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه بنيت على الضم، بنيت على الضم. وأحوال 3 أول هي أحوال إعرابية، قد يكون المضاف إليه فيها مذكورا، فتكون إما منصوبة على الظرفية زمانية كانت أم مكانية، وإما مجرورة بمن إذا سبقتهن، إذا سبقت بمن، جئت من قبل العاشرة وجئت قبل العاشرة، وجئت من قبل وجئت قبل، إذا كان على نية ذكر المضاف إليه من بعد، فإن عدم تنوينه دليل على رعاية ذاك المحذوف، فإنه في حكم المذكور.
أو في حكم الملفوظ. وكذلك إذا نون أي قطع عن الإضافة فأيضا هو على هاتين الحالتين أو الحالين الإعرابيتين، يقال ها قبلا فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي أي الماء العذب، قبلا فهنا تم الاسم، ويقال قبلا شاهد فيه هو تنوينه ونصبه على الظرفية الزمانية. كنت قبلا أكاد أغص أي أكاد أغص قبلا بالماء الفراتي، لكنهم يتوسعون في الجار والمجرورة في المجرور ما لا يتوسعون، أو في أشباه الجمل جارا ومجرورا أم ظرفا في أشباه الجمل بإجمال يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون ويتسعون في غيرهما، فهو مقدم من تأخير، مقدم من تأخير، ولتلك عند العرب أغراض يراعونها في ذاك، فإما لمزيد عناية واهتمام وإما لإرادة حصر أو قصر. طيب إذن ها هذا نكون بهذا قد طوينا صفحة علامات بناء الأسماء، وقلنا الحال الأخيرة هي حال البناء على السكون، وقلنا إن الأصل في المبني أن يسكن لأنك تبني لتسكن كما قلنا، والأصل في البناء عدم التحريك، أنت تبني بيتك ليتحرك، لا تبني ليسكن، لتقر وتسكن، لتأوي إليه، لتطلب الراحة والاستقرار فيه، وكذا الأمر في المبني من الألفاظ، والأصل في المبني أن يسكن، وقد أخره وهو على نيتي أخره من تصدير، وإلا فإن حق المبني ابتداء أن يكون غير محرك الآخر بل يكون موقوفا أو ساكن الآخر. إذن بهذا نكون قد طوينا صفحة الحديث عن علامات بناء الأسماء، نستكمل موضوعنا وحديثنا عن استمطار القطر في اللقاء التالي. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.